لا وايه وهو اسلم ما رضيش وقال له ربنا لو جه هيموته في الحته اللي هو اللي عايزها. فتح باب البارع على راس الشارع انا. لا والله يا صاحبي. ايه؟ الحق صاحبك شوف راكب العربيه مع مين. وبعدين اللي معاه محسن المار. الله 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 الواد الفرفور ده. خبطني ليه يا سيدي؟ وانا كنت جيت جنبك يا عم انت. لا خبطتني. ما خبطتكش. خبطتني والله. عورتني. طب بس حاسب المطوه ده لما جيتش جنبك. نزل ايدك يا. طيب 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 خلاص اهدى بس. نزل ايدك. طب اهدى بس اهدى. اهدى طيب اهدى. البنت اللي كانت جنبك دي انا ما كانش جنبي بنات. هسأل السؤال مره كمان عليا الحرام من دي لو ما ردتش عليا العورت. هقول لك هقول لك هقول لك دي بنت شر جايبها من الدقه والله العظيم هي اللي جايباني هنا. هي اللي جابتني والله العظيم. طب انت يا حاضر لو شفتك تاني يقول لا عليا حرام ازعلك. حاضر هزعلك. حاضر حاضر حاضر. يلا سيد اخلع ده فضلك ده من هنا يا واد. اخلع يا واد اخلع ده فضلك. مين؟ انا ونش. عايز يا ونش دواتو؟ عايزك. ايه في ايه؟ مؤاخذة ولا يهمك. مرات علي فتون؟ اه مالها؟ صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا صقر. اشتري منه. ماشي هو في ايه؟ امبارح بالليل كنت راجع انا والواد صقر واسلام. شفتها نازلة على اول منطقة من عربية فخمة سبتها دخلت على الواد ثبته كان هتسير مية عيل فرفور. سألته تعرفها منين يا؟ قال لي ان هي اللي شقطته. هي اللي شقطته؟ طلعت شقطة يا رشد. الكلام ده كان امتى؟ بالليل. هو اللي ايه؟ خلاص خلاص روح انت. هتعمل ايه؟ خلاص يا عم هتصرف تشكر يا ونش. انت ترمخ يعني الموضوع واسكت ولا ايه؟ يا سيدي مفيش حاجة يا ونش خلاص أنا هتصرف. ماشي يا صاحبي. تشكر. فين ياد الولاعة الشمال؟ صاحبها خدها. نهارك اسود يا فتون. أنا هطربقها فوق دماغ اللي جابوك. قطع لسانك ولسان. أنت اتخبلت يا راشد ولا ايه؟ ده بدل ما تاخد لي حقي وتاخده جوزين اقلام. كل اللي همك كنت فين ومع مين وبتعملي ايه؟ هي دي الامانه اللي سابها لك علي؟ هو ايه؟ خدوهم بالصوت. الواد قال لي انك شقط. شقط؟ طب علي النعمه من نعمه ربي اذا زودت كلمه كمان. لبش بشبي ده انزل على دماغك اقطعك حتت. الله قلت لك اني كنت مع فتحي ابن خالد غنوه صاحبتي. كنا في كافي في الدوق استريح غور بقى من وش الحسن انا مش طايقاه. بقول لك ايه يا حلوه؟ عندك تبنا الى الله يا اخوي. ربنا يدينها عليك نعمه. انا بقيت ست متجوزه وما يصحش حد يدخل اوضتي. طب شوف يا ست متجوزه علي جوزك محبوس يعني انت واختك امانه في رقبتي اعرف رايحين فين وجايين منين. ثم تعالي هنا. انت جبت فلوس المحامي منين؟ استلفته. فتون هو في حد بيسلف 3000 جنيه دلوقتي؟ ولما انت عامل لي ذكر قوي كده ما كنت دفعت انت المحامي. انا عارف اني مش هاخد منك حق ولا باطل. وانت اساسا مالكش حق عندي. طب هي كلمه مالهاش تاني يا فتون. لو عرفت انك ماشي قوي تاني مش هيحصل كويس. بتهددني يا راشد؟ اه بهددك. شرف ابن عمي يسوى الدم. عشان هي اختك مبطوطه بيك ودي هتبقى مراتي وده اخر الكلام. سلام. غرف داهيه جتك القرف. مش عايز اسمع ولا كلمه. أنا مش ناقصاكي. يعني أشوفك رايحة في داهية يا فتون وأسكت ما أتكلمش؟ يعني على أبو ده بيت. لا يا أختي اتكلمي وماله؟ أدبيني. قولي الكلمتين اللي واقفين جوه زورك. يا فتون اسمعي كلامي ولمي الدور. راشد شراني وما بيرميش كلام في الهوا. وبعدين عنده حق أنت مرات ابن عمه. وحياة أبوكي. راشد عنده حق. راشد بقى سيد الرجالة دلوقتي وجاي على هواكي. الله مش انت اللي جايبالنا البلوة دي لحد عندنا بجوازك من راي الكلب؟ يا فتون ابوس ايدك
خلينا نعيش يومين زي الناس بدل الفضايح والمصايب اللي احنا فيها دي. ينفع كده عنك يا ملك؟ مفيش. ازيك؟ ازيك؟ طب بقول لك ايه، ما تيجي اوصل ولا اقول لك البيت هنا شربك كوبايه شاي وسكره سنه. جرى لك ايه يا ولاد؟ الله، انت اتخبلت شارب ايه على الصبح مبرجله؟ سامح الله، ده انا بقول لك بيت يعني ستره مش عربيه. علي النعمه من نعمه ربي، اذا ما اتلميت لفرج عليك بولقه تمن. الله، افتو وانا غلطت ولا ايه؟ البت ده ناوله من الغريب. تصدق؟ اه، وانت كمان اولى من الغريب تاخد الشبشب ده. اوعى الشبشب يا بت. يا زباله طلعت العربيات يا شاطر. رأيي ده انت كنت بتشتغل دلدول عند علي جوز. اغسلي ايدك يا بت. لا، ما انا مش عارف اعرقل ببلاش. يا انا يا انتي والسكك تجمعنا. وحياة العصيف دول وما يكونوش على مرض. نوريك بعد كده من ايدك على واحد ست يا وانت. خش يا حاج روح بيتك. ما بصش يا دمش. خلي بالك على روحك يا ابنور، هنتقابل. ده كان عايز ياخدني مع الشقة المعفن صوت الرجالة. يا نهار اسود نبيا. طب نعزل بقى من الحتة المعفنة دي ونقفل الباب ده خالص. يا فتون، زي ما بقولك كده نمشي من هنا. انا اخلي الصرصار ده يخليني اسيب بيتي؟ اسكتي اسكتي. هو زي ما اتطول عليكي مرة هيتطول تاني وتالت. نجري علي حد يجيب رقبته. يا لهوي يا لهوي، اروح منك فين بس يا فتون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا راشد شوف البلوه اللي احنا فيها. في ايه؟ وينش لطش فتون بالقلم في الشارع. نهار ابوه اسود. وينش مين؟ وينش بتاعنا، انت متاكده؟ وكان عايز يسحبها على البيت كمان، وبتقول ان لسانه كان تقيل وعينيه زايغه، شكله كان مبرشم. هو اطلع لها كده من باب للطق ولطشة؟ مستحيل. اهو النعمه الشريفه ضربني بالقلم. ايوه انا هكذب يعني، عيني عليا. ما انا جوزي في السجن، ما عنديش راجل. ما الواد مصورك وانت نازله من العربيه يا فتون. هي قصه، ما قلت لك ابن خالد غنوه صاحبتي. الله، انت عايز مني ايه يا راجل؟ نتفق على ايه؟ انا دلوقتي لو نزلت قدام الحاره كلها وقلت البيت ده يخصني هقول لي بعمرت ايه؟ بعمرت ايه يعني ايه؟ بعمرت انك ابن عم جوزي اللي في السجن. هو في امر اكتر من كده؟ ما هو راشد برضه عنده حق يا فتون، انت لازم تلمي نفسك شويه بدل ما كلب تاني يتطول عليكي زي ما ونش عمل. الله الله الله، ده انتوا بقيتوا زي العصافير اهو، بتغنوا وتردوا على بعض. هي كلمه ملهاش تاني. عسلية من دلوقتي تبقى خطيبتي ورسمي، وبعد كده نبقى نتفق على الجواز، ساعتها لا حد هيقرب لكم ولا حد هيتعرض لكم. حيلك حيلك، انت جاي تصطاد في المايه العكره؟ هو ده وقته؟ هو ده وقته. ايوه يا اختي، هو في وقت احسن من كده؟ انا موافق، بس بشرط. شروطي؟ تاخد لي حقي من الواد ده. وانش خلاص اتذبح. الشبكه هتبقى اتضايق عشان محدش من الناس ياكل وشنا. وسواء علي اتحبس او خرج بعد كده نبقى نتجوز. جرايم انك ليها؟ وانتوا خلاص شبكتوني جوزتوني وانا قاعده كده بتفرج عليكوا؟ مفيش حاجه هتحصل الا بمزاجك. انا هنزل اربي الكلب ده. استنى يا راشد. ما تستناش يا راشد، يعني يموت الواد؟ تعالى يا راشد. يموته يا اختي ولا يوديه في 60 داهيه. هو كان ابن خالتنا. ولا لا سرق المكنه بتاعته. انت عارف ان هو بيرك المكنه. تنطط على حريم علي رؤية يا ابن الكازمة؟ تضربني عشان البنت دي يا راشد؟ تعالى وحياة ربي، لو جبت سيرة أهل بيت علي تاني اللي هم أهل بيتي دلوقتي هقطع لك لسانك والكلام للكل. فاكرني بهدتك يا؟ أنت عارف أنا ما قطعتش سيادتك ليه؟ عشان العش والملح، وعشان أنت كنت مبرشم ساعتها. كفاية عليك كده.
اللي جايه مش هتبقى في وشك، سامعين؟